الرفع لهذه المعلومات اليوم طبعا هو المفتش العام في وكالة المخابرات المركزية، أو المفتش العام في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هو الذي رفعها في واشنطن، هو الذي رفع هذه السرية عن هذه العلاقة الخاصة التي تربط بعض الميليشيات مع فصائل حزب العمال الكردي. هذه الميليشيات طبعا هي ولاء تتبع لولاء إيراني، إذن هي تستلم أوامر من إيران، هي لا تتصرف بمفردها. إذن هناك رغبة إيرانية بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وبإنشاء منظمات، أيضا هناك منظمات فرخت مثل منظمة اليبشة التي هي من اليزيديين العراقيين وحسبت على بعض الفصائل المسلحة وتستلم رواتبها أيضا من الحكومة العراقية، لأنها بشكل أو بآخر اعتبرت تابعة إلى الحشد الشعبي. لذلك هذا التعاون يأتي بأوامر إيرانية لضرب أولا التدخل القوات التركية، طبعا هو يأتي هذا الضرب بحجة محاربة الوجود التركي في شمال العراق، ولكن له غايات أيضا أخرى، منها على سبيل المثل تقوية حزب العمال الكردستاني التركي، وأيضا وجود منطقة عازلة للتعاون بين هذه الميليشيات بين إيران من جهة وبين حزب العمال التركي البيكاكا، الذي يصنف على قائمة، يعني ضمن التصنيف الأمريكي هو على قائمة المنظمات الإرهابية. الوجود التركي دائما كان بالتعاون مع الحكومة العراقية وكان من غرض محاربة هذه المنظمات الإرهابية. اليوم ماذا تريد إيران من هذه المنطقة؟ هل هو فقط التغيير الديمغرافي؟ هل لخلق منطقة عازلة تؤثر على أي حكومة عراقية مستقبلية تهدد أمنها من خلال الشمال العراق؟ هل هو الوصول إلى أيضا النظام السوري والتعاون العسكري في خلق هذه الفجوة في الشمال العراقي؟ كل هذا يطرح أسئلة يعني بصراحة ليس لدينا جواب شافي لهذا التعاون بين هذه المنظمات الميليشياوية التي تتبع لأوامر إيرانية وبين هذه المنظمة حزب العمال التركي الذي هو مصنف كمنظمة إرهابية. ولا ننسى هنا أيضا أن نشير إلى أن حتى الحرس الثوري الذي يدير هذه العمليات، طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك كثير من عمليات التهريب التي تجري، عمليات تهريب السجائر، عمليات تهريب البترول، عمليات تهريب الطاقة، عمليات تهريب السلاح أيضا التي تجري في هذه المنطقة إلى سوريا. لذلك هناك تعاون كبير بين هذه المنظمات الواحدة تلو الأخرى، وهي تشكل تهديد أمني على العراق في شمال العراق، وتشكل أيضا منطقة فراغ لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، خصوصا بوجود مقاتلين من أهالي هذه المنطقة. يعني الحرس الثوري جند مقاتلين من أهالي هذه المنطقة للقيام بهذا الدور، وبحجة أن هذه الميليشيات تدافع عن وجودها أو عن هذه المناطق ضد داعش. طبعا هي دائما هنا نجي أيضا على داعش اللي هي الشماعة التي يعني يستخدموها في كل طريق في كل مجال. لذلك هذه المنظمات أصبح وجودها عبئا ليس على العراق فقط ولكن على تركيا أيضا، في حين أنها خارج نطاق إيران، يعني هي لا تهدد الجانب الإيراني بأي شكل من الأشكال، ولكن هذه المنظمات تأخذ أوامرها من إيران. وهذا التعاون شددت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التقرير.